انطلقت اليوم في المدينة المنورة جولة التجارة الإلكترونية، وتعتبر هذه الجولة يعني بناء جميل جدا لرواد الأعمال في فهم كيفية عمل التجارة الإلكترونية وكيفية التحول من الصناعة والتجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية. طبعا تخللت هذه كثير من ورش العمل وكثير من الاستشارات لرواد الأعمال. طبعا الأثر هيكون كبير جدا، ونتوقع يعني نجاح كبير لهذه الجولة، وهي بدأت طبعا في كثير من مدن المملكة، هتنطلق إلى مدن تانية بإذن الله في أنها تصنع جيل من رواد الأعمال. فأنا نصيحتي للشباب في فهم ما هي المنصات وما هي حاجة العملاء في وجود المنصات، وزراعة الثقة في هذه المنصات هو سر النجاح. بمعنى كل ما كانت عندنا منصة ناجحة في صناعة الثقة للشخص اللي بيحاول يحصل على المنتج، والشخص اللي بيحاول يعني يعرض المنتج حقه، كل ما كانت نجاح. عندنا طبعا كثير من التطبيقات، تطبيقات الخدمات من التوصيل وغيرها، وأيضا من المنتجات موجودة وأبرزت نجاحها ووصلت لآخر المطاف.